ننتقل مشاهدينا الكرام الى استاد القاهره مع زملائي الاعزاء، كل من زميل عزيز احمد المسيري وزميل عزيز خالد رزق قبل انطلاق هذه المباراه في الجوله الختاميه من دورنا اللي تجمع بين الاهلي ومدن سبورت. هبدا مع زميلي العزيز احمد المسيري، وماذا عن معسكر النادي الاهلي بعد مشوار طويل وحصوله على اللقب رقم 44 في تاريخه؟ من استاد القاهره الدولي برحب بيك زميل عزيز تامر صار، وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس وكواليس النادي الاهلي قبل لقائه مع مودرن سبورت في الجوله الاخيره من دوري النايل. يمكن رغم ان النادي الاهلي حسم لقب الدوري العام هذا الموسم، الا ان المباراه بتحمل بالتاكيد اهميه كبيره للجهاز الفني واللاعبين اللي بيسعوا النهارده لتحقيق الفوز للحفاظ على سجل الاهلي القوي هذا الموسم، وايضا منح اللاعبين دفعه معنويه كبيره قبل الاستعداد للموسم الجديد اللي تقرر انطلاقه او بدايه الاستعداد للنادي الاهلي يوم الثاني من الشهر المقبل. يمكن كابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني قرر اراحه اثنين من نجوم الفريق اللي شاركوا في المباراه الماضيه امام نادي انبي وهم كريم نيدفيد ومحمد مجدي قفشه، بينما تقرر الابقاء على ثلاثه لاعبين وهم خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود عبد المنعم كهربا اللي بيحمل شاره القياده للمره الاولى منذ انضمام للنادي الاهلي في 13 ديسمبر 2019. جمهور كبير النهارده بيؤازر النادي الاهلي ويدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم محمود ناجي اللي هيقف دقيقه حداد على روح الراحل حسن محمود طاهر نجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي الاسبق. خليني اقول لك اخيرا يا تامر ان استاد القاهره الدولي ستبدا اعمال الصيانه فيه بدايه من غد، ولن يستقبل اي مباريات او تدريبات حتى السادس من الشهر المقبل، وتحديدا مباراة منتخبنا الوطني مع الرأس الأخضر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة أمام في دولة المغرب الشقيقة. يمكن دي كانت أبرز كواليس وأخبار النادي الأهلي قبل لقائه مع مودرن سبورت، والآن تعود الكلمة لاستوديو التحليل وزميل عزيز تامر صقر. شكرا لزميل العزيز أحمد المسيري وكل الأعزاء للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الأسبق في وفاة نجلي حسن، للأسرة طبعا الصبر والسلوان. ننتقل إلى زميل العزيز خالد رزق من استاد القاهرة، وماذا عن مودرن سبورت وإراحة العديد من اللاعبين قبل مباراة الكأس أمام إنبي يوم الثلاثاء القادم؟ تحياتي ليك زميل عزيز كابتن تامر صار، وتحياتي لكم شاهدون تايم سبورتس في كل مكان. يعني طبعا راحت عدد كبير من اللاعبين الاساسيين في مودرن سبورت، وده كان قرار كابتن طلعت عشان يكون في استعداد وجاهزيه كبيره لمباراه الكاس امام فريق نادي انبي، هتكون مباراه قويه طبعا. خلاص يعني دوري نايل اصدر استطاره عليه بعد هذه المباراه، ولكن هناك بطوله متبقيه لمودرن سبورت بيسعى اليها بالتاكيد كابتن طلعت مع باقي اللاعبين ان هم يؤدوا اداء كبير ويكملوا المسيره ويفوزوا في المباراه القادمه ويكملوا للمنافسه على بطولة الكاس. فهناك راحة لبعض اللاعبين، وأيضا هناك بعض اللاعبين الغائبين للإصابة زي مروان محسن وجنش وأيضا محمد فاروق وباقي اللاعبين يعني اللي مريحين النهارده في مباراه اليوم. هيكون اليوم تمرينه غدا، هتكون تمرينه قويه شويه، ولكن طبعا باقي اللاعبين اللي هيشاركوا في مباراه اليوم هيكون اليوم يعني زي يوم راحه غدا ان شاء الله، وهيستكمل بعديها المران استعدادا للدخول لمعسكر مغلق لمباراه نادي انبي النهارده. اللاعبين مودرن سبورت وبحديثي مع بعض اللاعبين عندهم تركيز كبير جدا لمباراه الكاس، عايزين يعملوا اداء فيها مميز ويقدروا ان هم يفوزوا بالبطوله واللقب، وعارفين مباراه اليوم هي مباراه خلاص يعني بتنهي بيها دوري نايل، ولكن هناك يعني اهتمام بالظهور الجيد داخل ارض الملعب وعمل مباراه كبيره واداء جيد لاقناع المدرب بالتاكيد كابتن طلعت يوسف لفريق مودرن سبورت، يكون اداء مميز للاعبين ايضا، ويقدر كل لاعب على دكه البدلاء يثبت نفسه يكون متواجد بصوره اساسيه في الفتره القادمه، وطبعا ينهي موسم بصوره جيده ليه. طبعا بعد يعني وصول فريق مودرن سبورت يعني كان بعض جوال للاعبين داخل ارض الملعب، وبعدها دخلوا لمحاضره خاصه داخل غرفه الملابس، والان هم مع فنيه الاحماء قبل هذه المباراه. وطبعا فريق مودرن سبورت النهارده والضيف على ملعب استاد القاهره مع فريق النادي الاهلي هيكون بيرتدي الزي التيشيرت الابيض والشورت الاخضر والشراب الابيض في مباراه اليوم. يعني زميل عزيز تامر صادق كده اجواء وكواليس من داخل استاد القاهره، عندك مرة فلسطين اتفضل. شكرا للزميل العزيز خالد رزق من استاد القاهره، وشكرا ايضا موصول لزميل العزيز احمد المسيري من استاد القاهره ايضا قبل انطلاق هذه المباراه اللي تجمع بين الاهلي ومودرن سبورت في ختام الجوله 34 او ختام دوري نايل.